انت مش محجبة صح؟ لا انا مش محجبة. انت حاطة ده بس عشان؟ انا حاطة ده عشان انا متعمدة طبعا اخفي اسمي واخفي شخصيتي خوفا على حياتي، مش عايزة اتقتل زي فرج فودة، وطبعا مراعاة لشعور اسرتي متدينة جدا جدا، وطبعا مش عايزة اجرح شعورهم لما بتكلم في حاجات خاصة بالاديان بيزعلوا، فانا مراعاة لشعور اسرتي. يعني مصر كلها هتزعل برضه دلوقتي. مصر كلها بالعكس، انا جايه مخصوص عشان مصلحه مصر. انا لا. مش ملحده. لكن بتقولي ان مفيش قران كريم. انا بقول محمد كتب القران. بقول كده، بقول محمد الف القران. السلام اللي هو مش بس محمد، كل الكتب. أيوة سيدنا المقدسة. محمد عليه الصلاه والسلام، انت مش مؤمنه ان هو رسول؟ لا انا مؤمنه انه عبقري، معبقري ومصلح وفيلسوف وقائد عسكري وانسان عظيم جدا. بس هو اللي ألف القرآن، ومفيش حاجة اسمها وحي ومفيش جبريل، دي أهم نقطة أنا جاية أقولها النهاردة. مفيش جبريل. لكن مش رسول الله. ما أنا بقول لحضرتك هو مفيش حاجة اسمها وحي، مفيش حاجة اسمها. ما اتكلمتش في وحي، بقولك يعني لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مش رسول الله. لا مش رسول طبعا، ما هو بدل مفيش وحي ومفيش جبريل أكيد هو مش رسول، يعني ده طبيعي. لأن قررتي منين إن مفيش؟ نعم؟ قررتي منين ان مفيش جبريل؟ مفيش. هو مين اللي جايب؟ مين اللي هو المفروض؟ مين المفروض بينقل كلام ربنا للبشر؟ جبريل. فاذا كان جبريل هو اسطوره، يبقى اذا مفيش. قررتي منين انه اسطوره؟ ان هو مفيش دليل علمي على وجود جبريل. انا بقول ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. ماشي، وبؤمن بكل كلمه وكل حرف وكل حاجه في كتاب الله. لا خلاص الله. بس انت مختلفه. انا لو مختلفة في إيه؟ اقول لك مختلفه في ايه. الفرق بين الإسلاميين وبين رهام إن الإسلاميين عايزين يطبقوا تفاصيل. أنا عايزة أطبق تفاصيل شرع الله، لكن أنا مش مع إن إحنا نقتل اللي مش عايز يطبق تفاصيل شرع الله. لا بس هي التفاصيل. أنا أتمنى إن إحنا عادي يبقى شرع الله مطبق في كل حتة، والخمرة تتمنع والكبريهات تقفل والناس عادي. أنا مسلمة فلازم أطبق شرع الله. يعني أنت موافقة إن إيد السارق تتقتل تتقطع؟ طبعا موافقة طبعا. لا الحقيقة دي حاجة غير مسلمة. إذا السرقة تتقطع والزانية تترجم وطبعا لا 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 ده كلام طبعا موافقة، لأن لو حصل، لو إحنا طبقنا الدين في كل حاجة في الدنيا لا مش هيحصل حاجة. لا إزاي؟ أنت ليه بتدافعي عن الأساطير؟ ليه بتدافعي عن لا الأساطير؟ أنا ما بدافعش عن الأساطير. لا جبريل أسطورة. من حقك تقولي رأيك، لكن مش من حقك تقولي عليها أسطورة. أسطورة ده رأيك. أسطورة ده رأيك. أنت مش مؤمنة إن في الله بجد؟ لا مؤمنة. ما تقعديش تدعي له. لا لا ما بدعيلوش لان ربنا ما بيستجبش. ازاي مؤمنه بوجوده وهو مش بتدعيلوش؟ لا لانه ما بيستجبش، ربنا ما بيستجبش. ازاي يعني؟ هو كده شرفك يعني. انا دعيت كتير وما استجبش. عشان مش هستجيب طول ما انت بتفكري كده. لا ايام ما كنت منقبه وسلفيه ما كانش بيستجيب. ما اكيد قلبك ما كانش طاهر. لا قلبي كان ممتاز. طب انا بالنسبه لي انا بيستجيب لي جدا، يبقى ايه؟ لا هو ما بيستجبش، ده هي مجرد هي تصدف ان اللي انا بطلبه بيجي بالظبط. لا بتصدف وساعات يجي وساعات ما يجيش، مش معقول 100% من اللي بتطلبيه. لا انا كل اللي بطلبه بيجي. يعني لو طلبتي 1,000,000 جنيه اكيد مش هيجولك يعني. بيقولي والله. لا مش بيجولي والله العظيم، بيجي اقسم بالله العظيم بيقولي. وانت اللي بتتكلمي عن جهل مش لا الناس اللي بقى. لا والله جهل. انت اللي جهله. انا اللي جهله يا ستي؟ شكرا. ما انت بتقولي انا جهله زي مصر كلها والوطن العربي كله. وفخوره اذا كنت بقول ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول والرحمه بالله، فانا فخورا ان يكون جهله. ما يصح. وهتبتدي اشتغلي حرمتي وسيدك اعتذري. اطلعي بره. ايه اطلعي بره. فكي المايك بره. فكي المايك بره. وطي صوتك ومسحش. انا بقول لك فكي المايك بره. ما يصحش تتكلمي بالطريقه دي مع الدكتوره نهى. فكي المايك. اتقدمي مع الدكتوره نهى. فكي المايك بره. اتقدمي مع الدكتوره نهى. اسطوره برضو. اتقدمي مع الدكتوره نهى. فكي المايك بره. يلا خدوها بره يا جماعه. اتفضلي. انا اسفه اني جيت كلمت واحده زيك. انا اللي ضيعت وقتي مع واحده مجنونه.